دونك بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هذا غنمشيو واحد دونك ليكزيرسيس تقريبا غنبداو بلي زاكس كما قلت لك غنشدو اول اكس غنديرو هنا في 30 اكس دول في 30 هنايا لاكس كامل لاكس كله هنا في 50 دونك هنا لا ديفيرونس راه 20 هنايا من هنا شحال عندنا عندنا في 35 هي تحت ومن دونك هنا غير لونسمون ديال لاطوكاد هنايا عندنا 35 تاع الصدر الدائره هنايا عندنا واحد لاكس في 75 غيكون السونتر ديالو هنا بحال هكا وكاين ضرب 30 علاش الهدف منه هو باش نصايبوا هاد لافورم اللي هنايا اوكي يعني هي من هنا لهنايا هي كلها في 75 وهنا كاينه 25 كاينه 25 من هنا هنايا كاين واحد لاكس واحد اخر في 40 في 80 يعني كاينه 40 من هنا لهنايا وكاينه 40 من هاد السونتر لهاد السونتر دونك هو كاين الزاويه هنا كاين 60 بالطير هنا كاين واحد لاكس هو فيه تنظن في كاينه 30 في 30 هي 60 ولكن داير ب داير ب 60 هنايا غيكون عندنا هنا كاين طونجونت غنخدمو بالطونجونت هنايا طونجونت دائرة مع دائرة نأجيستي هنا كاين ثاني غنخدمو بالديكالاج نخدمو بالديكالاج هنايا نأجيستي هنايا غنكونو دي سيرك ولي زاشر ونحاول نلقاو لافورم هي هادي دو دي ولكن نحاول يعني طلعنا اون تروا دي في تروا دي ديالها غنحاولو يعني غيكون عندنا الكونتور الخارجي ملي غندور الكيرسور من داير هو الكونتور الخارجي هو بحال هكا الكونتور الخارجي يكون كونتور واحد هذا ريجيون يلي سولتيني عليها قبيله قلتي لي كيفاش هاد ريجون داك الريجون هادي بوحديتها هادي فورم يعني طولها شي حاجه فهمتي واحد لا فورم سيرفاس بوحديتو هذا ام ريجوني وهادو غيكونوا طالعين بواحد لا ديسونس مثلا الا كانت هاد لا فورم تحتانيه هذيك الطابله مثلا تحت درنا فيها ليبيسور 5 هادو يكونوا طالعين بواحد لا ديسونس وحده اخرى مثلا 5 ولا 10 باش يبانوا راه طالعين خارجين خرجوا وهنا كاينين لي سوستراكسيون هادو خاوي من هنا خاوي من هنا خاوي من هنايا خاوي من هنا من هنا من هنايا كاع هاد البلايص فارغين هذه الطريقه اللي غنخدم بها دابا وغنديروا ليه ميزون باج ديالو حنا خصنا نتندرو ليه ميزون باج ديالو سواء نقدروا نديروا هاد الدوتي ونديروا هاد الخطوه ديال ديالها المهم ماشي مشكل غادي داكشي غيبان لنا في اللي نكونوا خدامين غيبان لنا الخدمه ديالو لان اول حاجه غنديروا واحد لاكس هنا لتحت غناكتيف لورطو باش خاطر شي مقاد فيه 30 هي الاولى من بعد هنايا غادي نجي غنحاول ندير هذه التقليد ديال لي زاكس يسهلوا عليا العمليه ناخذ هنايا تيري اسباس اوكي نشد هذا ندير لي اوكي عاود نكليكي على الخط نجي هنايا نقلب هذاك الخط بحال هكا بوطون دروات بروبريتي نقول لي هنايا 0.2 مثلا نعطيو شي كولور مثلا ماجونتا بحال هكا فيرمي ها هو لاكس الاول من بعد غنجي ندير واحد لاكس واحد اخر الثاني ولكن غنبدل لي الكولور بحال هكا شحال فيه 20 غادي نجي نقول لي كوبي لي بروبريتي ديال هاد لاكس على هاد لاكس هذا ولكن نعطيه شي لون واحد اخر هنا باش يبان الفرق بحال هكا من بعد غندير واحد لاكس هنايا قلنا شحال فيه غنمشي مثلا في هاد الاتجاه هنا 35 35 غنقول لي كوبي لي بروبريتي ديال هذا على هذا نعطيه اللون مثلا اللون بحال هكا من بعد غنجي في الاتجاه الاخر ثاني 35 هنايا 35 غنقول لي كوبي لي بروبريتي ديال هذا على هذا من بعد غنجي كاين شي اكس واحد اخر ياك دونك هنايا كاين واحد لاكس طويل روتاسيون واحد لاكس فيه 75 عقلتي 75 بحال هكا وكاين دونك غنجي نقول لي كوبي لي بروبريتي ديال هذا على هذا ولكن نبدل لي الكولور هذا باش يبان فوقين من بعد غنجي ندير واحد لاكس بحال هكا شحال فيه 25 لا 35 ها هي 35 35 بحال هكا اذا نقول لي كوبي لي بروبريتي ديال هاد بلاتي هنايا كوبي لي بروبريتي ديال هذا على هذا باش يبان الفرق دونك هنا فين غنديرو لي الدوائر دابا غنديرو الروتاسيون روتاسيون ديال هاد لاكس اللي هو الغوز بالغوز وبالاخضر اعطي واحد الزاويه شحال 30 دوغري بوزيتيف بلا ندور الفوق تندير 30 ولا تندير ناقص 30 لك تنهبط لتحت دابا غنجي بقى لينا دابا شي اكس واقيلا خص نديرو هنايا غندير واحد لاكس في الاتجاه شوف الاتجاه شحال فيه هذا كله لا راه كدا شي صافي لا لكن اللي غندور اللي غيدور قلت لي ب 60 شحال فيه 80 ياك 80 كون توتال لا
لا هو الزاويه اللي فيها 60 ولكن الخط كامل هو فيه 60 30 60 60 هكا وغنجي ندير خط واحد نقول لي بعدا كوبي لي بروبريتي ديال هاد لاكس هذا وندير خط واحد اخر في 30 بحال هكا طابق معاه نقول لي كوبي لي بروبريتي ديال هذا دابا غندير لي موطاسيون دابا هنا كاين دوز كاين واحد في 60 واحد في 30 اونطري اونطري درت كلشي انت ناقص 30 فراك سي بون يا انت الليميت بلاتي شنو في الثانية حيت كاين جوج ديال 30 جوج ديال 30 هذا خصو هنايا غنعاودو 30 غادي يخرج 30 تقريبا دابا هذا واحد ثلاثة واحد خمسة وثلاثين جو قادين دونك هنايا اش خاصني ندير اوكي شتو نشوف شحال فيه هذا هنايا غتكون فيه 60 انا ديك 65 نخليها هي الاخرى تندير روتاسيون تندير روتاسيون ندير داك الخط الاول نجي هنايا ندير 30 ما تغلطوا ليا كوبي لو بروبريتي ديال هذا على هذا نقول ديالاش روتاسيون ديال هاد الخط هذا هو هاد الخط اونطري نعطيه هنايا موان 30 موان 30 موان 60 الزاويه شحال 60 موان 60 بحال هكا دابا في هاد اللحظه اش غنجي ندير داك الخط الاخر هنايا ديال 35 35 نرجع نحطو بلاصتو كوبي لي بروبريتي ديال دابا بقى لي اكس واحد 8 الزاويه كومبي 60 ياك غنجي ندير فيه 80 شوف كيفاش غندير غنجي نتعامل مع بهذه الطريقه بحال هكا غندير خط فيه 80 وغادي نجي نقول لي كوبي لا بروبريتي ديال هذا مثلا على هذا وندير خط واحد اخر كاين شي المنتصف وقيلا ياك 40 دوك راه في النص ديالو دوك 80 غيكون في النص ديالو سو ندير لاكس ولا ندير ماشي مشكل ندير 40 غنجي نقول لي كوبي لا بروبريتي ديال هذا مثلا على هذا ايضا غنجي ندير لي روتاسيون ديال هذا لاكس الاخضر مع هذا لاكس اونطري واحد الزاويه هنايا تنظن 60 وقيله 60 بحال هكا صافي هو عاود تيبان لنا فين البلاصه راه في النص ديالها دابا حطينا لي زاكس ديالنا دابا غنجي نحطو لي سيركل نبداو من التحت من هنايا من هنا وتما غادي نتحت الدائره شحال فيها صغيره صغيره ولا كبيره خمسة. واحدة فيها خمسة اللي سبعة عشرة من بعد هنايا بحالة خمسة اونطري عشرة اونطري فوالا هي هادي دابا تنجي هنايا في هاد الحالة تقدر ندير خط بحال هكا من السونتر للسونتر وندير ديكالاج اسهل طريقة هي هادي كنديكالي بي خمسة اونطري عاوتاني هذا انت الفرق بيناتهم خمسة هو نعاود ديكالي فهمتي اجيستي اونطري نقول له نحيد هذا نحيد هذا نحيد هذا نحيد هذا بحال هكا سي بون هكا سي بعد الاولى اجي الدوائر قول لي شحال لي سونتر ديالهم شحال لا ريون 12 اونطري ابري ثاني دايرة الثاني 15 ازيد شوف الاتجاه هنايا هنايا شحال 12 اونطري 16 اونطري ازيد نجيو هنا صافي هنايا شحال فوق ولا بجوجين 5 اونطري 10 اونطري ابري ثاني هنايا 5 اونطري 10 اونطري اوكي نبدا السيركل هنا غادي ندير هنا في هذه الحاله شنو تنجي ندير ناخذ واحد الخط من السونتر للسونتر نفس الطريقه واخا يكون خط اوبليك وندير ديكالي اسهل طريقه هي يعني ديكالي بخمسه نقدر ندير بحال هكا عاوتاني ندير بحال هكا عاوتاني هذا نجيب هنا هذا نجيب هنا وناخذ اجيستي اونطري نقول لك اجيستي هنا اجيستي هنايا هكا
بلون بحال هكا. سي بون زيد ثاني دابا على حسب نجيب الدور ثاني من الفوق. نجي هنا ناخذ السيركل ديالي نقول لي شحال كاين. واحد 3 و 1 5 1 3 اونري 1 5 يعني ريون 3 و وحده ريون ديال 5. ها زيد هنايا في هذه البلاصه 15 اونري اونري. الا كنتي مثلا في نص كومون ديري اونري غادي تيبقى اكتيف. زيد يعني نجي هنا البسط هنايا هنايا في هذه البلاصه ميليو 5 اونري ابري ثاني 10 اونري هنا 3 اونري شحال 5 5 اونري هالا هي هادي. بعدا ناخذ هنا هنا الطونجو. عرفتي الطونجو كيف ندير فيه؟ تقدر توريني توريني كيفاش سير صايبها خذي بكره وسد داس فرنسا و بلجيكا و كرواتيا اي كا ايطاليا شكون انجليز بعد جوج كرواتيا و الانجليز فرنسا و البرازيل فرنسا لا فرنسا. شي دوله اخرى داز اربعه اربعه السويد السويد داز اربعه لا خوتمليا خوتمليا الا بغينا نرجعها مع ثلاثه مع السبعه و الست مع ثلاثه مع السبعه دوبي فينال دابا دو ماتشات واحد ولا خصك تفرج شويه واحد الوكا لا 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 راه ماشي سيمانه واقع لا غير دابا الجمعه الجمعه السبت صافي ست وسبع شو الماتش اللي دابا فرنسا مع المغرب تلعب في وين بدا الماتش اللي دابا الجمعه الشركة ضد البرازيل وفرنسا ضد الاوروغواي هاد اراغوي ما عرفتش واش داز الساعه طلع لواحد واحد السيارة طوسنا ما عرفتش واحد لاك انا غنجيو نديرو نديرو يعني نكملو طونجونس ديري ديري شوف ديري هنايا لي طونجونس ديال هذا مع هذا طونجونس ديال هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهنايا هنايا راكور هنا راكور تاخذ الطونجون الدائرة مع عاوتاني طونجون هيدا اختي لين تقريبا اللي فاهم راه شوف بيت غنشد هنا ناخذ واحد الخط هنايا صغير ونجي ندير له بحال هكا تعلم هذه شحال فيها هذه الاوراي الاوراي هذه شحال فيها ها كبيره 15 عندي كاليبر 15 اونطري شفت هذا بحال هكا شنو تنجي ندير من بعد تنجي تناخذ راكور شوف تظن بلي خط انتيليجنت تاع لينا ماشي جا مقوس بحال هكا هنايا فهمتي الفكره مازال هذا غنديرو بلا بلا خط غنجي نقول لي هنا راكور بوطون دروات رايو شحال فيه راكور 10 ها هو 10 اونطري ما بين هذا الخط وهذا الخط بحال هكا شتي شكي جات ولكن هنا تيتحل شنو خاصني ندير لي برولونجي اونطري نقول له فوالا هاد وصل هنايا هادي ضروري هاد القضيه من بعد هنا تندير هنايا هنا راكور راكور بوطون دروات رايو شحال فيها ما درتيش لا ما عنديش خط في الحال ما عنديش خط انا في هذا ما عنديش خط راكور جاي بحال هكا لا ماشي بحال هانت دير بحال هكا
غندير ديكاري بشحال هادشي فيها؟ لا ديكاري 16 16 نشد هاد الخط هذا نجيبو هنايا من بعد غنسيبريمي هاد الخط اللي رسمنا ونجي نقول له راكور بوطون دروات ريون نطيح 10 الراكور ما بين الخط والخط بحال هكا دابا وي من بعد غنقول له برولونجي اونطري نقول له فوالا هذا يجي هنايا وصل والراكور كيفاش نديرو ليه؟ نسيبي الراكور هنا كنا درنا واحد الكوريكسيون هنايا يعني حنا كنا درنا 35 كان واحد غلط دابا صححنا درنا يعني 25 لاكس هذا الغوز صححنا ردينا 25 يعني كان راكور تيجي بحال كبير ماشي بحال الشكل اللي في الديسان دابا غادي نجي نبراسيكي الراكور ديالي عندي فيه 20 اونطري ما بين الدائره والدائره صافي هو هذاك دابا غير هو السبريم الدائره ماشي مشكل تنعاود ندير دائره اخرى فيها 10 ونأجيستي ستي اونطري دابا اش خصني ندير خصني نجي نحط لي زاشير زاشير بحال هكا نجي ناخذ ان سي طونسيون ولي اجو دي شوزي دي بون تنكليكي هنا في لي كونتور واحد جوج ثلاثه تبارك الله عليك صح شاول ولا ديما تجيب ديري هذوك الصغيورين تمشي ليهم دابا تمشي ليهم عندك صبا دابا الدقه خصك الدقه راه اوكي دابا عطي دابا هذيك الساعه نحاول ندير فيه تقريبا اللي كاملين انا حتى دابا حنا خدامين بحال هاد ودي ندير لي كوتاسيون من هنا لهنا قلنا غتكون عندنا الطاقة نجي ندير بحال هكا هنا باش نقاد لي ريكلاج ديال سميتو ديال ستيل دو كوت غنجي موديفي في نحيد هادي نحيد هادي هادي نسجل شوية واحد لي كاتخ انا لي تيكس نقول له هنايا ندير فيه واحد الخمسة مثلا انتي برانسيبال نقول له هنايا كولور هنا ستيل قد بيت مثلا تبدل الشكل ديال ستيل الكتبة تبان عريضة شوية عريضة من هنايا ابليكي اوكي بحال هكا بحال هكا دابا الكتبة بانت بحال هكا خرجت زعما دابا نعطي كوتاسيون عادية دابا قلنا هنا لهنايا كاينة
2035 ندير لي كونتيني على هاد البوان اوكي من بعد ناخذ كوتاسيون اليني من هنا لهنايا 75 بعد ناخذ من هنا لهنايا كاينه 25 هنايا كاينه 40 السونتر للسونتر تدخل جهه 30 اوكي بحال هكا بالنسبه للزوايا تناخذهم هنا كوتاسيون اونغيلار تنقول له ما بين هذا الخط هذا وهنايا خاصها نديكلاري 30 لا باش الخط كبير اين خط زعما نزيد خط لا هذاك كبير الطول ديالو شنو هذاك هذا زعما هذا يعني من هنا من هنا لهنا في 50 في 50 نشد الثاني من هنايا من هنا لهنايا هي بحال هكا الزاوية هادي عاوتاني كوطاسيون من هنا لهنايا كاينة 60 دابا بقى ليا لي رايون لي رايون تناخدهم من هنايا كان عندي رايون تناخدهم من هنايا كان عندي الديامتر تناخدهم من هنايا في هاد الحالة معندناش الديامتر دونك نخدمو بلا رايون دونك هنايا دونك هادو دابا درت هنا 15 انت هادو تيتشوف شي شكولهم ما غنعاودش نديرها بحال هكا اونطري نشد هادي بحال هكا هادي 12 هنايا راكو تقريبا هما لي كوطاسيون لي كاينين بعدا لي ضروري خصهم يكونوا عندنا ولا حتى هما هادو دونك الا عندي هاد لي كوطاسيون تقريبا راه الديسان ديالي نقدر نرسمو نقدر نرسمو دابا غادي نجي للعمليه اللي تابعه غادي نجي نكريي لي كالك دابا هنا كاين في القضيه ديال لي كالك كاين دو ميثود سوا تقاد لا ليست ديال لي كالك كاين القضيه ديال لي كارك كاين دو ميثود سواء في الاول تجي تكري لا ليست ديال لي كارك ديالك تتكريهم تقول اشنو هما لي كومبوزون اللي عندي لي زيليمون اللي كيما في اي سور اي سيكتور كنتي خدام فيه تشوف مثلا كنتي في باتيمون تكري لي زيليمون ديال الباتيمون كنتي في ميكانيك تكري لي زيليمون ديال الميكانيك على حسب السيكتور اللي تابع حنا على حسب هاد ليكزومبل اللي عندنا عندنا لي زاكس وعندنا لي زاشير وعندنا لي كونتور وعندنا الديكس مثلا وعندنا لي كوتاسيون على حسب داكشي اللي عندنا ديسبونيبل هو اللي تنصيبو لي كارك ديالو غنجي نقول لك كريي بحال هكا هاي نوفو كارك كاين في اي ابليكاسيون نقول لي مثلا اكس اكس نقدر نبدل ديجا كاين لي كولور نخليهم هنا يعني عادي هنايا نقول له مثلا لي هاشر لي زاشر انا نقول لي مثلا لي كوتاسيون هذا اونتري جمر داكور تا كوتين واحده اخرى هي بصح دونك هنايا كوتاسيون واش كنتي عندنا كاين عندنا لي زاكس لي لي كونتور ندير تاني تيكس شي تيكس بحال هكا صافي وغندير لو ابليك خاصها شي حاجه غنزيدها التيكس هنا غادي يكتب شي حاجه هنايا كتب مثلا ديسا ديسا ندير ليها دوك بحال هكا غير اكزومبل ديال الكسكوزا نقول هنا شي 10 غرا نقول هنا سونتري نقول اوكي سي بون دابا ندخل التكست هو الاول سيليكسيون سهله تسيليكسيوني وتمشي هنايا وتقول له يعني تشارجي الكالك ديالك بحال هكا
يشرب من بعد غادي للبوره تقول لي ماسكي بحال هكا عاوتاني هنا تجي لي كوتاسيون تسيليكسيوني تولي كوتاسيون بحال هكا كوتاسيون حالة ما دخلت لي كوتاسيون وبقات لي شي وحده من نسيتها شنو درت بقى سيليكسيون شي حاجه بحال هكا مشينا لي كوتاسيون مزيان بقى ديالي نسيتها ما درتها تيك ماشي نعاود ثاني سيليكسيوني دابا الكال خديجه هو ماسكي ها ماسكي اي هو كليك عليه نقول له اوكي سيت انجستر دابا بغيت نافيشي ما عندي لا بحال هكا تيرش باش نقلب قال لي لي زاشير تنكليك بحال هكا ونمشي نقلب على لي زاشير ها هو لي زاشير اي شاب شنو نقول لي بحال هكا اي قال لي لي زاكس انجينا لي زاكس واحد انجينا يا نقول له غادي نزيدو اي شاب ونجي نكليك على لي زاكس بحال هكا قال لي هذا غادي نكليك عليه بحال هكا هني يعني الامور ماشي صعيب بحال هكا غادي توقع واحد لا واحد لا واحد راكور مشي ليا مع سميتو مشي ليا بحال مع مع لي كوتاسيون سي عرفتي فهمت غنجي باش غادي هذا بروبليم هنايا يعني واحد الحاجه مشات ليا مع حاجه اخرى دونك اسني نخرجها من ديك البلاصه ونجيبها نافيكتيها في البلاصه ديالها غنجي نفتح الكالك ديال لي كوتاسيون هو هذا الشيء غادي نمشي تنقول ليه كليك عليها جينا الاول لارك هذاك الراكور كليكي عليه ونجي هنايا نمشي للكونتور ها هو كونتور ايشاب تبع الانجستر دابا لي كليكيت على الكوتاسيون سيرش هو ما مشاش دابا حنا انتريس دابا غير برد داكشي كيما كان دابا شنو درنا لا جيستيون ديال البروجي ديالنا هذا حليت ان تي بروجي قادين لي ريكارد ديالو يعني بور لا جيستيون يعني مثلا لا جيستيون هي سيبريمي موديفي افيشي ماسكي تقريبا فيها 7 ديال الكلمات باش نعمو كلهم بحال بحال يعني غنديرو لا جيستيون تقريبا صافي دابا كما وريتك البارح كيفاش غندوز دابا من هاد دودي غندوزو لطرويدي وكيفاش هذيك دودي غنديرو لها كارتوش يعني ميزون بار لامبريسيون كيفاش طرويدي غنديرو لها لامبريسيون انجي هنا باش ندير لا جيستيون مزيان تنجي لهذا تنونجستري نقول ليه فيتي اونجستري سو غنمشي ضروري نسجل ضروري يكون اونجستري عندي نديرو مثلا ندخلو في شي بروجي نقول ليه مثلا نقول ليه بروجي وندخلو في دودي مثلا نقول ليه مثلا دودي بروجي مثلا عرب اونجستري دابا هو دابا راه تونجستري ماليا دابا الا نجي نحيد لي زاكس ونحيد لي كوتاسيون ونحيد لي زاشور بري كونتر و نحيد التكس دابا هذا هو الكونتيت نقلبوا عليه حنايا حنايا داكشي اللي شرحت لكم المره الاولى قلت لك هذه غنعتبر انا كونتور واحد شوف انا دوز كيرسور راه كونتور واحد غنسمي دي كيرسور كونتور واحد انت انا ديجا البياس ديجا شايفه في كونتور واحد واحد يكون عمو شيفة خاصة تكون طرودي ديال يعني دودي وحدها طرودي باش انا نقدر نفهمها فهمتي دونك هنايا اش غنجي ندير انا باش نحقق الشروط هذه غندير كوبي شد هذا غنكوبي اونطري نقول له وليو عندي جوج هنايا جوج علاش انت من بعد غنأجيستي باش انا يبقى ليا كونتر واحد غنجي نحيد هذا ونحيد هذا ونحيد هذا ونحيد هذا هذا انت طالب بحال هي فيها فراغ فيها خاوي من الداخل كيفاش دايره هي مان اجيستي اونطري كيفاش دايره هي كيفاش دايره هي بحال هكا ولكن فوق يعني الفوق ديالها شنو كاين كاين هذا الشيء هذا نحيد هذه ونحيد هذه ونحيد هذه نحيد هذه نحيد هذه نحيد هذه
الفاق وكاين فراغات بهادو يجوا طالعين وهناك كاين فراغات هنا زعما ديال الرجاء واش فهمت انت ضروري خص الكونتور يكون عندي فيرمي يعني بوكل فيرمي بحال هكا واش نعرفو انا فيرمي تنجيس ندير لي لاناليز هي الدياغنوستيك الدياغنوستيك وغادي نجي نكبر ندير الزوم غادي نشوف انا اللي كان غير ملاقي ولا خط مقاطع ولا شي نقطه زايده ولا شي شويه ما اجستيش مزيان ما يعطيكش ريجيون لو خصنا اناليزي باش اناليزي خصني نكبر مزيان تما غادي بحال ندير الزوم شويه نكبر شويه وتندير بحال واحد الدوره بحال هكا تنشوف بحال هكا شنو ديالها مي انا عارف هذا مقاد انت اللي مصايبو تعرف مقاد انا عارف البروبليم شتي دابا هذا هنا مشكل ما يخليش العالم ادم مشكل فهمتي هو ما تيبانش كون مزومي تما شي بان لي دونك هذا خصك تاجيستو هذا واحد شويه زايد جيت سبريم هكا صافي كانوا جوج كانوا خطوطه دابا الا كانوا جوج خطوطه دابا ايدونتيك راه ما ميتريجوناش خص يكون خط واحد وهذاك الخط ما يكونش مقطع وما يكونش يعني مراكبين وما تكونش شي حاجه زايده ولا شي حاجه ناقصه دابا مزيان دق غندير التست الاول التست الاول اش غادي ندير ناخذ ريجيو وندوز بحال هكا ندوز هنا هنايا سنكون توجور هنايا ملاحظه مهمه هنايا غنجي نقول له هنايا تكون دي تكون في الزيرو يعني في الجينا شنو الزيرو هو الجينيرال هو الكارف جينيرال ديال الديسان كامل ما تنكونش انايا مثلا افيكتي لواحد الحاجه مثلا سيبوز شحال من وقع لي هذا المشكل هذا تيكون هو اكتيفي ليا بحال هكا اكتيفي الكارف ديال لي زاكس وتيبغي يدير ريجون تيقول لي تيقول لي ما بغاش دير لي ريجون فهم فهمتي المشكل هو نسى ما عارفش فهمتيني لا ماشي انا راه ديال تجريب راه سنين وتندير هذا الشيء هذا راه ندير واقعيه هذه فهمتي تيكون هو اكتيف واحد الكارك اللي هو ديزاكتيف يعني ما خصوش يكون اكتيف هذه وتيقول لك ما بغاتش ليا فهمتي وقع لي بحال هكا هذا بروبليم فهمتي تبقى هذه عده مرات هذا الشيء اللي وقع لك خرج شويه اجي هذيك وقول لي مزيان ها ماش تقري زين ماشي مشكل زيد انا لقيت لك لاص تخرج لهذا غادي دابا ترجع دابا ارد داكشي كما كان اوكي اش خصني هنا بروبليم خصني تكون مثلا انا شي كارك يعني هو مديزاكتيفي دابا شكون نورمالمون هذا شكون هو هذا الكونتور شكون هو يعني الديسان ديال الكونتور ديال هذا الكارك هذا ديال هذا الكونتور شي مازال هذا يكون اكتيفي ماشي مشكل شي هو نفسه انت هو اكتيفي هو ما فيش تخدم عليه ماشي مشكل سوا تخدم على الجينيرال يعني هو ينتمي لتا كارك تخدم عليه ما تكون ينتمي لتا شي واحد هو الزيرو ولكن الا كان ينتمي لواحد الكارك خصك تخدم على داك الكارك تبقى في ديك السيكتور ديالو ماشي تخرج السيكتور غتجي هنا غتقول له شي دابا نديرها غتبقى مشات هيك غتجي بحال دابا وي بس طقات كاينه اما دير لي بحال هكا يكون هو الكارك ديالهم اكتيفي ماشي مشكل اللي هو مسجل فيه ما اكتيفي ولا ديرو في الزيرو ما كاينش بروبليم دابا هي دازت شتا دازت عاوتاني هنا هذه دازت تنفيريفي بهذه الطريقه هذه بحال هكا خاصك فين كليكي خاصو يعطيني بحال هكا شي لما عطاكش بحال هكا انت تسماش ريش خاص بحال هكا كل شيء خصك تفيريفي خصك انت تكون يعني تعاون بالفيريفيكاسيون دونك هي دازت هذه دابا غادي نجي للمرحله الثانيه دابا شنو هذا تو كونتور ياك غادي نجي نقول له نقدر ندخلو في الان نقول له الزيرو انا كاع ماشي مشكل عندي هنا نقول له هنا تو ندير له بحال هكا اونطري نبدا نفيريفي هذا مزيان واش غنعرف باش نعرفو مزيان تنكليك في على شي خطير تيبان لي التليكسيون كامل انت من قبل كون مثلا العكس ديال الريجون شنو هي العكس ديال الريجون هو ديكومبوزي جيت مثلا هذا درت لي ديكومبوزانت ها عقل عليها ديكومبوزي هي بحال كي تفرق يعني تفرق هاد بحال هكا سيليكسيوني سيليكسيون لوبجي اونطري اش يولي ولي بحال هكا اش نرجع كيما كان دابا هذا ما تيتسماش ريجون تيتسماش ريجون هذا ديكومبوزي دونك لاحظتي ملي تنكليك هنا تيسيليكسيوني باقي فرغ يعني كل خط بوحديتو ولكن باغي ناخذ لي ريجون اش يولي كونتور واحد يعني بولي لين تنكليكي على هذاك الخط تيسيليكسيونها كامل هذه هي ريجون الا ما دايرش هادشي ما تسماش ترواد هادو خطوات ضروري هادو
دابا غادي نجي ندير ناخذ قلنا لي بار دوسي ديال 3 دي هما هادو كاين عندك الفي عندك الموديليزاسيون عندك اوربيت وعندك هنايا ستيل فيزيال اوكي سي بون هما 4 ديال لي بار دوسي مهم هادو تقريبا 90% تيخدموا بهادو انا كاين شي حوايج غير تيكونوا حالات خاصه تيتزادوا حتى هما من بعد مي هادو 90% كنقولوا 90% راه فيت النص ب 40% هنايا عندي هنايا ناخذ الايزومتريك الايزومتريك هي الفي اون 3 دي انت حنا في الاول في رسمنا في البلون اكس ايغريك يعني فوق الارض زين فوق بحال هكا بحال دابا هنايا راه كاين في البلون اكس ايغريك اكس ايغريك والاكستريزيون تتكون في الزاد يعني على هذا الاش هذا هو الزاد زاد بوزيتيف اذا طلعنا فوق تيكون زاد بوزيتيف عبرنا لتحت زاد نيجاتيف فهاد اللحظه هذه انت الزاد انت الزاد بوزيتيف نيجاتيف انت البوزيتيف لانه باش يطلع فوق نجي نقول لي الاكستريزيون نعتبر هذه نعطيها مثلا نقول لي فيها 5 مليمتر مثلا 5 مليمتر ولا عطيت الماتيريو هو هذا ستيل تسمى ستيف زيل كونسيبتويال غاتين بحال دابا هنا باش يبان لي باش يبان لي هذوك لي سوستراكسيون دابا هنا تيبان لك دابا لو زوبجي عامرين نورمالمون في البيسي ديالك بغات تصايبي غيبان لك هاد الخطوط هنا يبانوا لك هنايا دابا انا اش قلت لك البارح قلت لك هنايا باش نديروا سوستراكسيون شنو تنديروا لوبجي الكبير يعني برينسيب نهضروا حنايا دي اللي باغي نخليه هو الاول واللي بغي نحيدو هو الثاني اللي باغي نخليه اونطري واللي باغي نحيدو اونطري اللي باغي نخليه اونطري اللي باغي نحيدو اونطري يعني دو سيتاب يكونوا متابعين نقول لي سوستراكسيون الكبير هو هذا اونطري نقول لي بغي نحيد بغي نحيد منه هذا اونطري لاحظتي او حيد او ثاني سوستراكسيون نشوف بوحده اونطري من هذا من هذه الدائره اونطري حنا باش نيفيتيو القديم لي كونتور ما تيبانوش هي الداخل غنجي نقول لي حيد لي الماتيريو افيشيلي بحال هكا انا عارف راسي بانه حيدت هذه وحيدت هذه ياك غادي نجي نقول ليه سوستراكسيون ديال هذا الكبير اونطري حيد لي من هذا الكونتور واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته اوكي ونعطي الماتيريو دابا يبان كربينا كل شيء محيد الماتيريو بحال هكا هادي السيبول التحتانيه السيبول هي هذا هو لوبجيكتيف ديالك بحال هكا دابا فوق من هذا السيبور كاين واحد الاكستريزيون يعني كاين دي بياس محطوطين فوق هذا السيبور هذه يعني بحال قلتي اسامبلاج ديالهم يعني حنا ما غنديروش الاسامبلاج ديالهم غنخدموا ديريكس ايوا هو صراحه الاوتوكاد ما فيهش الاسامبلاج مي انا تندير فيه الاسامبلاج نقدر نخدم لك مثلا السيستم ولا ميكانيزم في اوتوكاد نصيب لك كل بياسه بوحديتها ونجمعهم لك نفس الطريقه اللي غندير هنا هي اصلا ما فيهش غير انا مع تنخدم يعني دوتا لوجيسيال بحال تنسبيرا من الاخرين وتنطبقها في اوتوكاد فهمتي اللي جيتي تخدم في الاخرين اللي فيهم لاسونبلاج وهادي لعيبات اخرين تطبق تنقول انا علاش ما يديروش هنايا دونك كيما تيديروا هنا يديروا هنايا هذا هما علاش انا تنديرهم هنايا واحد اخر ما يديرهمش دونك انا تنديرها اوتوكاد لا ما تداش ندير لك الديستان صافي بان نقدر نديرهم اوكي نجي هنا بحال هكا نقول ليه نجي ندير ليكستريزيون هنايا نقدر نكستري دي مثلا غير هادي بحال هكا بوحديتها اونطري نقول لي مثلا فيها 10 بحال هكا قلنا غندير لها سوستراكسيون ديال هاد اللعيبه هادي اونطري من هادي اونطري بحال هكا شتا ولكن كيفاش غنديبلاسي هنايا عند الاخر تنجي نحيدو الماتيريو نقول له ديبلاسي شا هادي دابا خدامين اون 3 دي ديبلاسي ديال 4 بلاص سيليكسيوني اونطري من غنديبلاسي يعني من بحال قلتي هذا غنديبلاسي ناخذو من التحت ديالو من السونتر التحت يعني السونتر الفوقاني يعني. ناخذو نشوف تبان لي ها شتا يبقى السونتر الفوقاني تحت يعني السونتر اللي لتحت مع السونتر اللي الفوق هايا بحال هكا الا عطيت الماتيريو غيبان لك بانه دي بلاصه عنده اي بحال هكا ماشي بالك ولكن باش نبينو تبان لك بانه بحال غنبدلو ليه الكولور حنايا غنعطيو هنايا نقول ليه الوين بحال هكا ماشي بان ماشي بان راه اسامبلاج شتا اسامبلاج بحال هكا من بعد اش غنجي ندير ثاني انجي
ناخذوا هذه فين كاينه هذه كاينه هنايا في هذه البلاصه نقولوا اكس ريزيون اونتري نقول يساوي مثلا 10 نقول لي سوستراكسيون ديال هذه الدائره اونتري من هذه الدائره اونتري بحال هكا نحيد الماتيريال نقول له ديبلاسي انا غادي دابا ندير بالوحده بوحده كان بامكاني نديرهم كاملين انا سيليكسيوني كولشون ديال اكس ريزي ب 10 ونديبلاسي ولكن بغيت باش ما نتلفك ما والو نمشي معاك شويه نقول له اونتري نقول لي ثاني ناخذو من هاد البون رجع روتور نقول لي ديبلاسي سيليكسيوني اونتري من هاد البون اللي تحت مع هاد البوان لي فوق هكا نبدل ليها الكولور مثلا نعطيها شلويا مثلا يكون بالاخضر بحال هكا نعطي الماتيريال ونشوفو كيفاش جات جات بحال هكا نفس العمليه تنجي ثاني هنايا اللي تابعه تك 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 هادي تابع هاد الدائره هادي نقول لك اكستريزيون نقول بحال هكا اونتري انا نعطي هذه مثلا نعطيها 50 مثلا بحال هكا نقول لي سوستراكسيون ديال الكبير اونتري من الصغير اوكي نحيد الماتيريال باش بغينا ديبلاسي ضروري تحيد الماتيريال علاش ما غيبانش ليا السونتر تحيد ما غيبانش ليا شي ندير بحال هكا شي نحيدها باش يبان ليا السونتر من بعد نافيشي سيليكسيوني اونتري من التحت ديالو نقول لي فور هنايا السونتر اللي فوقاني اوكي نعطي نبدل اللون مثلا نقول له بالصفر بحال هكا بحال هكا اوكي نشدو دابا هادي نقول لي اكستريزيون اونتري نقول لي 20 نقول له هنايا لا سوستراكسيون ديال هاد اللعيبه هادي اونتري من هذا يعني خدمت به جوج علاش نحيد الماتيريوم هنا انت اصلا اللي لتحت فيها محيده من الماتيريوم فهمتي تجي فراغ باش الا بغينا نركبوا مثلا ديك كرو ولا شي حاجه تلقاو من غادي ناسومبلي نجي نحيد الماتيريوم بحال هكا ندير تاكتيفي نقول لي ديبلاسي سيليكسيوني اونتري من هاد البوان اللي لتحت مع البوان اللي فوق يعني هاد العمليه تتمرر اتاشمون فهمتي ولا لي زون ما بين لي بيس نجي نقول لي هادي نعطيها مثلا شي كولا مثلا نقول لي ماجونتا مثلا نشوف كيفاش الامور غادا كي بحال هكا بحال شي وزين تيتصعيب ياك انت راك تيصايبو بهاد الشي هو فهمتي دابا تيلقاو سي فهمتي شي يقدر وزين كامل تقدر تصايب اوتوكاد فهمتي اقرب ودي بحال هكا كله فهمتي هادشي تيتصايب باش ما تتصايبش والدليل هو هذا فهمتي فين بدنا اي تسمى الماركت نيميريك فهمتي البريباراسيون ديال الماركت نيميريك يعني فهمتي بور لا بوبليكاسيون بوبليكاسيون هي الامبريسيون يعني هذا خصنا نصايبو خصنا امبريميو فهمتي يعني اونتر ودي اوكي نجي هنايا نقول له اش باقي لينا ندير ليكستريزيون اوكي اونتري نقول لي مثلا هنايا 30 مثلا نقول لي لا سوستراكسيون سوستراكسيون اونتري طق بحال هكا نقول له هنايا اوكي علاش ندير بحال هكا باش يبان ليا السونتر اللي تحت تندور شي يبان ليا ونجي هنايا هكذا بحال هكا نجي هنا نقول لي مثلا شلويا نكون باقي ما درناش ناخذ هذا ما فيش اوكي من بعد انا بقات لي هاد الدائره هادي نقول لي اكستريزيون اونتري نعطيها مثلا 10 سوستراكسيون اونتري بحال هكا نحيد الماتيريال ديزاكتيفي نقول له ديبلاسي اوكي لهاد البوان الفوق اوكي
من بعد هنا هذه نقدر نعطيها واحد الاكستريزيوني ديال بصح نعطيها واحد 50 مثلا باش تبان نيس دابا البروبليم هادشي على مثلا هاد الخطه هادا علاش علاش عطيني واحد الانتربريتاسيون على هادي علاش كاينه الخطه هنايا باللي كنا نرسمو ضوب لنا خطوطه لا باللي كنا نرسمو عقلي عليها كنا نرسمو الخطوطه مضوب ليه حتى هو طلع يعني هو خط اي صوري طلع حتى هو اكس ري ده فهمتي تبيت بالك الشبكه بحال هكا هذه بالك الكرياج شي حاجه معوده شي حاجه مضوبله شي حاجه زايده سي بريما حيده خصنا غير يكون هاك كونتور واحد خط واحد هو اللي يكون مزيان هذا هو السبب على الانجي هذا باغي نجي نقول له لا سوستراكسيون ديال الكبير اونطري الصغير اونطري اي اونجي نقول له ديبلاسي سيليكسيوني اونطري اوكي اونجي هنايا نعطيو شي لوين من داك اللوينات ديال الاوتوكاد كي بحال هكا نجي ندير هكذا فهمتي واش ما فهمتيش كلشي اكدا فهمتي كلشي اكدا الناس الناس ها هذاك شي مزيان ياك دابا هذا غتصايب بلاتي راه ما كملناش بعد شنو بقات لينا بقات لينا لي ميزون باج ديالو دابا فصاردو هذا بغينا نديرو لي ميزون باج ديالو خد هذا معاك دابا نعاودو نديرو ثاني اليوم تاخير اكزرسيس في هذا سميت هو هذا فهمتي اخي اكزرسيس داكشي اللي خاصك كملي دابا انت راه فهمتي دابا كيفاش تروي ديو هذه المسائل ديالو صافي شي حاجه قليله تنعاود ثاني نشرح عليك وندخلوا من بعد ندخلوا يعني الجيني سيفي ندخلوا لهادشي لي بلون انا مشدوم لك دابا هذا السونطر ديال ليكول هذا البلون ديال ليكول هاد الدخله عمي تتمشي في الصباح طالعي مع الدروج طالعي من هنايا الكولوار هو هذا عمي تتشي هذا اللي جات الصباح انا كندير الباشين وكندير الحديد باش راه باتيم بيطون ماشي بيطون لا الباتيم واحد راه بيطون على شي باش منين ها خيكون حمتي مناش نبش بنيت انا هنا ديسان تديرو ديس صح لاي ديسان تنديسينو اي حاجة لا لا ماشي حنا عندنا كنبنيو بالخوف كنبنيو الاش بالاش لا يعني الشاربون سميت عليك ياك الشاربون داكشي ديال ما خاصها نعرف كيفاش نعرف مع هادوك البخوفي اي بي او اش او ا لا لا دابا دابا بيتا تفهمي الديسان تفهمي تقدر تسمي اي حاجه دوك العبارات اللي عندك انت العبار مثلا الاش او ا ولا هذه راه عندك العبارات ديالهم حيت الديسيني راه الديسيني صافي راه تقدر تقدر تخدم به انت هذاك مثلا هذاك الاش او ان ديالك الشاربونت ميطاليك دخلت تيكلا تيكلا هو اللي تيديروا في هذاك الشاربونت ميطاليك وكاين الروبو شاربونت ميطاليك وكاين اوتوكاد تقدر هو تيدير هو اللي الشاربونت هو تيدير مي تيكلا تيكلا تمشي مع هادشي اللي قلتي لي داك لا شويه قديمه كنخدم اوتوكاد بزاف ولكن اوتوكاد غير تقطع شي سيف كدو دي لي بلون دو دي تروا دي ما خرجتش ما هو كاين لوجيسيال ديال تيكلا فهمتي كاين تيكلا هو اللي تيعطيك مثلا المهم ماشي مشكل نجي هنايا بون هنايا نحيد هذه غادي نجي ندير فيشي جيستيون اني جيستيونار دي ميزون باج مون ديفي نقول لي بدل هذه اوكي حركه جين دوم نقول لي هنا ناخذ لي هنا ناخذ لي هنا 290 بلا تدخل النقطه الاولى تدير الت اروباس بحال هكا الت اروباس بحال هكا خصها تبان لك هنايا سبيسيفي ان اوت كوا الت اروباس بحال هكا تبان لك بحال هكا هي وطيه 210 هذه هو الاكس الاول طابيلاسيون 297 بحال هكا التكريك دابا الطابيلاسيون باش ينقص ليا الاي
ولا تقدر دير ديريكس تقدر تمشي تاخذ لك طون بلاط اروماس بحال هكا تكتبي عليه 210 طابيلاسيون ضروري طابيلاسيون ماشي يدوز لك الايكغريك هنا اوكي 297 اونطري صافي تخرج ولكن خصني ندير بلاسي ندير لا دو بلاسي دابا هنا الريكتون تقدر ديكاليه كامل ديكاليه ب 10 دابا دابا ديكاليه الريكتون ديالك هذه طريقه جديده غنجي خصني باش انا بغيت ديكالي مثلا غير خاط ديكالي بحال هكا خاصني ندير هذا ندير لو دي كومبوزي هذا هو الهدف من دي كومبوزي كومبوزي بحال هكا نبدا نقول له ديكالي هنا ديكالي ب ب 10 اونطري بحال هكا بحال هكا نبدا نقول له ديكالي مثلا هنايا ب 50 50 بحال هكا لا زدت واحد ياك ماشي ممكن نقصو نحيد هذا نقول له اجستي اونطري نقول له حيد هذه حيد هذه مثلا حتى ماشي مشكل شفنا عده المرات دابا غنجي نقول له القضيه اخرى نقدر حنا نقول لي امبورتي سو من هنايا من فينتر انيك من هذا البوان هذا البوان هنايا بحال هكا اوكي ونقول له بحال هكا زين زين حركة جدير بحركة شوف وقدر تجي دير طريقة ثانية داخل فليكس بير غتجي هنا افيشاج فنتر غدير فنتر اونيك بحركة واحد ولا جوج ثلاثة أربعة على حسب دير واحد مثلا نقول لي من الفوق لتحت صافي وكيما قلت لك راه هاد البريزونطاسيون اللي مع لوبجي اي شونجمون تنشونجيوها في ريزرفوار هي هذه ديال المازوت هي هذه وهنايا ريزرفوار ديال مثلا داكشي داك راه على الفون ديالو اوكي شي ريزرفوار ديال الطاوله واش ريزرفوار تكون واقفه لي ديك شكون واقفه تكون واقفه كاين واحد مثلا ديال العلف كاين عواجه مطالبه شي كان هذاك دابا ديك هذيك ريزرفوار مثلا ديال الدجاج داكشي تسمى ديال لاسيرا ديال الدجاج ديال تحدو فيهم العلف تما ريزرفوار هذيك تتصيب وتيب تتصيب شاربون تتصيب شاربون تتسمى كيتصاب لوفون ديالها لوفون ديالها غير سيرفاس ديك هذيك سيرفاس ها بيطون كيصاوبو من برا البيطون كلهم كيكيرو لا البيطون غير فوقاش واقفة الحدوطة هي تجي تحط لا كيصاوبو من برا على حساب كلهم كيكيرو وكيما اغلبيه الرزان كيكون بال شابون داكور داكور دابا غنجي هنايا لوبجي غنبدل هنايا دابا انا باش نبين لك بانه هذا راه لي غنجي هذا نبدل ليه الماتيريال ديالو غنقول ليه بانه هاد الارض راه ديال الكرانيت مثلا ولا ديال البيطون ولا ديال شي ماتيريال كيفاش غنديروا ليها غنجيو لها افيشاج روندي ماتيريال وغادي نمشي نتيلي شارجي نقول لي هنا كري ليا ماتيريو نقول لي اوكي نقول لي هنايا نقول لي سيليكت ايماج اي ما كاينش هنا لي ماتيريو واخا دابا كيفاش غنجبد دابا في هاد لابليكاسيون لي ماتيريو ما كاينينش غنمشي نجبدهم من كمل لوجيسيال لوجيسيال نشوفو فين كوبي حنا لوجيسيال شوف نفس العمليه هاد لي ماتيريو تقدر تيليشارج واخا ما يكونش عندك في الاوتوكاد تقدر تيليشارجيهم روندي تدخل الافيشاج بحال هكا افيشاج روندي ماتيريو تنكريو ماتيريو عاد باش كرياسيون ماتيريو دو ابري تنجي تنقول لي سيليكت ايماج بحال هكا تنشوف دي زيماج نقدر ندير اي ايماج كيما كانت هنايا ندير مثلا هاد ليماج هادي ابري او خداش اختار ايماج نقول لي ابليكي ابليكي علاش زعما دير هنا دي زينمو تنقول لي ابليكي على هاد وكيما تتبانش لانه خصني نقول لي رياليس شحال بحال هكا تولي ماتريو رياليس من بعد هنايا جيت مثلا بريزونطاسيون نلقاها متبدلاتش خصني نجي هنا نحيد هادي خصني ناكتواليزي نعود نقول له فنادق إليك ما بين هذا البوان هناك على حتى
حتى لي ديالها. صافي من بعد ديك الساعه بري غنجي نقول ليه بحال هكا نقول ليه هنايا بحال هكا نقول ليه بحال هكا ولي سونتري بحال هكا صافي. هذا هو يعني هو الاكزارسيس تاعي. D'accord, donc il y a la recette finale, donc que peux-je dire? Donc les données à Doran, on appelle les exilés réels, on fait ces points.